الله ما شاء الله المهرجان عامل شغل قوي جدا في الأفلام. أنا مركزة في يعني كل سنة أنا باجي، يعني هدفي الأول والأخير هو الأفلام. أكيد بنستمتع بجمال الجونة كلنا وبنحضر الحفلات الحلوة وبنشوف بعض، لازم تسوشالايز علشان في ناس بتبقى مش شايفهم طول السنة، فهي فرصة أنك تقابل الناس اللي بتحبهم. بس التركيز الأهم بالنسبة لي هو الأفلام المهمة اللي بتشوفها هنا في المهرجان، مش متاح ليك أنك تشوفها في أي مكان بره. فسعيدة بالأفلام قوي. الجمهور والناس مش زي بعضها، في ناس عندها وعي عالي، في ناس مثقفة، ناس متعلمة، ناس جهلة، ناس، وده مش ازدراء، ده مجرد تصنيف. في ناس الوعي بتاعها، مستوى الوعي بتاعها منخفض، فكل حد بيركز على الحاجة اللي هي بتهمه أكتر حاجة. طبعا الجمال والفساتين دي حالة مطلوبة، حالة جمالية، وأنا بعتبر الجمال قيمة نبيلة وجميلة جدا ومهمة، ولكن أهم حاجة في المهرجان ده الأفلام العظيمة اللي بيقدمها. يعني أنا لما بطلع من أي فيلم مش أنا زي ما بدخل الفيلم، يعني أنا بطلع من أي فيلم إنسانة جديدة، فكر جديد، في حاجة بتبقى مستفزاني إيجابياً، أني أفكر أعمل حاجة حتى أنا كممثلة أو أكمل برسالتي أنا كإنسانة. فكل إنسان زي ما بقولك بيركز على الحاجة اللي هي انعكاس للي جواه. لسه بصور فيلم في القلب، وان شاء الله عندي حاجه في سوريا وعندي حاجه في مصر، بس لسه ما مضيتش.